اختتمت في القاهرة قمة مصرية أردنية فلسطينية بحثت جهود السلام وتنسيق المواقف للتعامل مع التحركات الإقليمية والدولية. وجمعت القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشددت القمة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. أحمد مهران ينضم إلينا من القاهرة للمزيد من التفاصيل حول هذه القمة الثلاثية بين الرئيس عباس والسيسي والعاهل الأردني. نعم فضيلة، اختتمت قبل قليل القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد البيان الختامي لهذه القمة على عدة نقاط مهمة. أولا، مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها بحق الشعب الفلسطيني والتي من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين والاقتحامات المتتالية للبلدات الفلسطينية. وكذلك طالب البيان الختامي لهذه القمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي لتوفير أرضية مناسبة لإعادة إطلاق المسار التفاوضي المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين مرة أخرى. وكذلك طالب البيان الختامي لهذه القمة الفرقاء الفلسطينيين بإعادة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني لما يمثله ذلك من تأثير مباشر على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في مواجهة هذه التحديات الراهنة، مع التأكيد على الدعم الكامل للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية وفي ظل بالطبع التحديات الإقليمية والدولية المتنامية. نعم، هذه هي نعم. أبرز النقاط، مع التأكيد أيضا على يعني ضرورة الاعتراف بأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأن إدارة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الأقصى. شكرا أحمد مهران من القاهرة.